أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطلع فيها أبرز وأهم ما قالته الصحف والمواقع الإخبارية لهذا اليوم. نبدأها بالعناوين. بعد عامين من اعتقاله حيا، ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز جثة مواطن من صعدة. فريق متخصص بمكافحة الإرهاب يلاحق باعة الأسلحة في عدن. ميليشيا الحوثي في صنعاء توجه أقسام الشرطة بعدم التدخل بين المؤجر والمستأجر. طيار أمريكي يحتفل بنقل مليون مسافر خلال 22 عاماً. أهلا بكم. آخر ضحايا التعذيب في معتقلات الميليشيا وفقا لموقع سبتمبر نت هو أحد أبناء مديرية سحار بمحافظة صعدة، وعنوان الموقع مجلي: مختطف آخر يخرج جثة هامدة من سجنه جراء التعذيب. يقول الموقع إن المختطف مجلي عبد الله حسين فرحان المسؤول التربوي توفي في سجون الميليشيا الحوثية جراء التعذيب الشديد الذي تعرض له خلال عامين من الاختطاف والإخفاء القسري. رحلة الأسرة في البحث عن مجلي كان مضنيا، فقد اختطفته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قبل عامين، وظل البحث عنه لسنة وسبعة أشهر قضاها مخفيا قسرا، ثم علمت أسرته من بعض المفرج عنهم أنه في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء. وتعرض مجلي وفق مصادر مقربة للتعذيب الشديد طوال العامين، تلقى خلالها كل صنوف التعذيب حتى وفاته. يضيف الموقع: لتبدأ معاناة جديدة لأهله الذين ظلوا يبحثون عنه حيا وميتا، فبعد أن تم إخبارهم أن جثته في المستشفى العسكري بصنعاء ذهبوا إليه ولم يجدوه هناك. ووفق ما ورد في مركز صعدة الإعلامي، بعد البحث علم أهله أن الجثة في مستشفى الشرطة، لكن الميليشيا ترفض تسليمها إلا عن طريق النيابة بغرض إجبار أهله على التنازل. عن طفلة تنظر نحو الطبيب بعين يملأها الخوف والثقة. عن طفلة أصابها قناص حوثي، يكتب موقع الاشتراكي نت، والذي قال إن الطفلة شاذة عبد الله من سكان وادي صالة أصيبت برصاص قناصة ميليشيا صالح والحوثي شرقي مدينة تعز. مصادر طبية ذكرت للاشتراكي نت أن الطفلة شاذة عبد الله أصيبت برصاصة في صدرها جراء استهدافها من قبل قناصة الميليشيات المتمركزة في تبة السلال. وفي الأثناء تواصل الميليشيات قصف الأحياء السكنية شرقية وغرب المدينة بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا. خالد الرويشان يكتب مذكرا عن السبب الحقيقي الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه الآن، ويقول الرويشان في مقال نشره الوحدوي نت: من أجل هذا اليوم نزل الانقلابيون عدن قبل سنتين وأحرقوها. في السياسة دائما ثمة سبب وثمة نتيجة وثمة مسؤولية، أليس كذلك؟ قبل أن تعاتبوا إخوتنا في عدن اليوم، حملوا الضباع العرجاء التي زحفت إلى عدن قبل سنتين المسؤولية. حملوا الانقلاب بطرفيه. كم حذرت حتى بح صوتي وما زلت. البلاد اليوم تجني الحصاد المر. انقلاب 21 من سبتمبر كان انفصاليا من لحظته الأولى. كان الانقلاب انفصاليا بالنشأة وبالدافع وبالهدف النهائي. اقرأوا التاريخ يا شباب اليمن. الضباع لا تريد اليمن الكبير منذ مئات السنين، تعرف أنها ستضيع وتنقرض مثل الديناصورات. أحرق الإنقلابيون عدن من أجل هذا اليوم، يعرفون ما يريدون، لذلك يتبسمون غير آسفين ويشجعون وينتظرون ويتربصون. ولم يكن تدمير عدن إلا لتعميق الجرح وتوسيع الهوة. الضباع تعرف ما تريد، تريد مجرد نهشة من الجسد. وللأسف فإن الشعب اليمني لا يعرف ما يريد. توهوه بالمذهبية التي توالدت مناطقية وحتى شطرية. حقنوا الشعب بالأحقاد والحروب والظلام والجوع والموالد والزوامل وإذاعات الإف إم حتى دخى وأغمي عليه. الشعب لا ذنب له. تذكروا دائما ثمة ضحية وثمة جلاد، ثمة سبب وثمة نتيجة، وقبل ذلك ثمة مسؤولية وعقاب وحساب
ولو بعد حين. تفاءلوا، اللحظة السوداء ليست النهار كله. يناقش موقع يمن مونيتور واحدة من أكثر القضايا اليومية التي تشهدها مدن بلا قانون، وعنون الموقع تصاعد أعمال العنف بين المستأجرين وملاك العقارات في صنعاء. يفيد الموقع أن مراكز الشرطة الواقعة تحت سيطرة الميليشيا في صنعاء تسجل شكاوى عن أعمال عنف بين ملاك المنازل والمستأجرين الذين لا يستطيعون دفع إيجار منازلهم لانعدام تسليم الرواتب، ويطالب ملاك المنازل الموظفين المستأجرين مغادرة منازلهم بسبب العجز عن سداد الإيجارات لتأخر رواتبهم 8 أشهر. ويؤكد الموقع أن ميليشيا الحوثي وجهت أقسام الشرطة بإيقاف التعامل أو البت في جميع القضايا الخلافية الخاصة بالمؤجرين والمستأجرين. قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكو ليدريك في بيان أعاد نشره موقع الموقع بوست إن تمويل العمليات الإنسانية أصبح ضرورة ملحة من أجل إنقاذ أرواح السكان في اليمن. ودعا جيمي ماكو ليدريك الدول المانحة للوفاء بالتعهدات التي التزمت بها في جنيف من أجل دعم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وطالب الدول الأعضاء بتمويل خطة الاستجابة بشكل عاجل والوفاء فورا بجميع تعهداتها أو تعهدات التمويل التي تم الإعلان عنها أثناء مؤتمر جنيف. لم يحدث قرارا للرئيس عبد الرب منصور هادي جدلا طوال العامين الماضيين كما حدث مع قرار تعيين عبد العزيز المفلحي محافظا لعدن خلفا للسابق عيدروس الزبيدي. هكذا يبدأ عامر الدميني مقاله المنشور في موقع الموقع بوست عن العاصمة المؤقتة لليمنيين. هناك العديد من التحديات التي تواجهها عدن، أبرزها الجانب الأمني وتفعيل مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية والقضاء على التشكيلات المسلحة وترسيخ العدالة والقانون. في المقابل أيضا ستكون المهمة الأكثر إثارة هي عودة الروح الأصيلة لعدن عبر التاريخ، وإزالة الاحتقان المناطقي البغيض، وإذابة كل دوافع الصراع التي تستحضر الماضي في تعاملها مع الحاضر، ومنع الأجسام التي انتفخت خلال الفترة الأخيرة من الانفجار داخل المدينة. كبح العنف المتأجج هو الآخر مهمة صعبة أمام المحافظ الجديد، وهو عنف يتوزع على الجماعات المسلحة كالتنظيمات الإرهابية أو على الأفراد الذين ساعدتهم حالة الانفلات الأمني في السابق في إدمان الفوضى ونشر ثقافة الكراهية والتحريض على الآخر وشيطنته وازدرائه. كل تلك المهام وغيرها من التي تحدث عنها المفلح في اليوم الأول له لا يستطيع لوحده إنجازها في مدينة كعدن، ويحتاج بشكل مستمر وقوي لدعم متواصل أولا من أبناء عدن نفسها حتى ينتقلوا من الوضع الذي يعيشونه إلى فضاءات أخرى جديدة، ثم ثانيا من الحكومة اليمنية التي يجب أن تسعى بكل ثقلها إلى مد عدن ومحافظها بما يحتاجونه من خدمات وتسهيلات، ثم ثالثا من التحالف العربي بمختلف دوله لانتشال المحافظة وتقديمها خلال الأيام القادمة كنموذج للمناطق المحررة. إن من شأن إحداث تغيير حقيقي نحو الأفضل في عدن مساعدة التحالف والحكومة في تقديم أنفسهما كطرف يرغب بالبناء والاستقرار، وليس كعدو كما يروجه إعلام الانقلاب أمام أنصارهم. إن توفر بقعة جغرافية كعدن وجعلها مفتوحة أمام جميع اليمنيين سيخلق كتلة موازية لسلطة الانقلاب، وسيجعل من عدن منطلقا للأعمال المناهضة للمشروع الانقلابي، وسيعجل ذلك بتعريته واقتراب سقوطه. كانت العاصمة المؤقتة عدن على موعد مع الفوضى وكادت تقع فيما خرجت منه بصعوبة. في هذا الشأن قال موقع عدن العاصمة إن فريق مكافحة الإرهاب بأمن العاصمة عدن ضبط باعة وأسلحة وذخائر في أحد أحياء المدينة. الفريق التابع لأمن عدن داهم سوق السلاح في مديرية الشيخ عثمان وضبط الباعة والأسلحة والمستلزمات العسكرية ولاحق المتاجرين بها، واكتفى قائد الحملة بالقول سنضرب بيد من حديد كل من يخل بأمن العاصمة عدن. قال موقع الصحوة نت إن شرطة كريتر في العاصمة المؤقتة عدن باشرت التحقيق في حادثة إحراق مقر التجمع اليمني للإصلاح التي حدثت
مؤخرا. وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة بدأت بسماع أقوال وشهادات الأشخاص المتواجدين بالقرب من مكان الحادثة، كما تم النزول إلى المكان لمعاينة الاعتداء الذي استهدف المقر من قبل مسلحين هاجموه فجر السبت وقاموا بإحراقه. يضيف الموقع: تعرض المقر الرئيسي للإصلاح في عدن لاقتحام مجموعة من المسلحين قاموا بإضرام النار فيه، ما أدى إلى احتراق جميع مكاتبه ومحتوياته بالكامل قبل أن يهرع الأهالي القاطنون بالجوار وسيارات الإطفاء إلى إطفاء الحريق. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد قالت بأن اليمنيين غذاؤهم الخبز والزيت والسكر. الأوضاع الإنسانية في اليمن تبدو اليوم أكثر صعوبة بكثير عما كانت عليه قبل الحرب عام 2014 بحسب تقرير أممي. يوما بعد يوم تزداد الانعكاسات السلبية للحرب الدائرة في اليمن على المواطنين في ظل أزمة الغذاء الحادة وانعدام الدخل، وبات يتوجب على 62% من العائلات البحث عن استراتيجيات أو بدائل مختلفة للتكيف مع هذا الواقع الجديد. وبحسب تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الصادر عن عدد من منظمات الأمم المتحدة أواخر شهر إبريل، أسرة من بين ثلاث أسر يمنية تعاني بسبب استهلاكها غذاء يفتقر للقيمة الغذائية، وعادة ما تقتصر الوجبات على الخبز والزيت والسكر. وأشار التقرير إلى زيادة مؤشر المجاعة لدى الأسر، حيث تنام أكثر من 40% من الأسر اليمنية دون أن تكون قادرة على تناول العشاء في وقت يقضي 20% يوما كاملا دون تناول الطعام. سياسيا، قالت صحيفة الحياة بأن المخلافي لا يتوقع نتائج لجولة الموفد الدولي، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن ولد الشيخ أحمد سيبدأ جولة إقليمية لتفعيل مشاورات السلام المتعثرة، وسيبدأ بلقاء الحكومة الشرعية وينتقل بعدها إلى مسقط للقاء الحوثيين. وقلل المخلافي في تصريح إلى الحياة أن جولة ولد الشيخ لن تحقق أهدافها في إحلال السلام في ظل رفض الميليشيات كل الجهود الدولية، وأوضح أن الهدف من هذه الجولة تكثيف المساعي على أساس مرجعية السلام. وأضاف: مع الأسف لست متفائلا في تحقيق هذه الجولة أهدافها، وأكد أن المشكلة ليست لدى المبعوث الدولي ولا الحكومة الشرعية، وإنما عدم استجابة الإنقلابيين لوسائل السلام. كيف يتكيف التسلط؟ يحاول الباحث السوري سلام الكواكب الإجابة عن هذا التساؤل فيما يخص الواقع العربي الذي حاول أن يتكيف مع نمو وتوسع المظالم بصورة دائمة. وقال الكواكب: تاريخ المنطقة العربية الحديث غني بالشواهد والأمثلة عن تكيف التسلط مع التغيرات. لقد فشلت أغلب الدول في بناء الدولة إثر خروجها من الاحتلالات الأجنبية، وإثر نجاحها في إطلاق حركات تحرر وطنية تكيفت مع مستلزمات النضال وصعوبات المواجهة وتحديات التحالفات الدولية والإقليمية التي واجهتها. وللاستعاضة عن هذا الفشل الذريع والذي ربما تميزت به المنطقة الجغرافية من العالم عما ماثلها من أمم تحررت من الاستعمار، فقد طورت أنظمتها أساليب استبدادية قابلة للتجدد وللتكيف مع مختلف الظروف المحلية والإقليمية والدولية. ولقد استنبطت لأجل تحقيق هذا الهدف ما تسمى الدولة الأمنقراطية، ففيها يتجاوز مدى العقلية الأمنية وسطوتها وتأثيرها، كما أجهزة هذه العقلية، كل ما تم التعارف عليه من حكومات عسكرية أو ما تسمى جمهوريات الموز، أو حتى النظم البوليسية. فالمفهوم الأمنقراطي يحيل كل أجهزة الدولة كما مؤسساتها إلى بيروقراطية أمنية، كما أنه يسخر الحزب الحاكم بجماهيره إن وجدت لتكون وسيلة تعزيز لتغوله الأمني وإرهابه الممأسس. يتكيف التسلط عربيا مع مختلف التغيرات الإقليمية والدولية وحتى المناخية، إنه يعيد إنتاج نفسه وإن تحدث عن إصلاح وتطوير وتحديث
فما هو إلا إصلاح لاختلافات في الرؤى حول نجاعة هذا التسلط أو ذاك، وما هو إلا تطوير لأدوات التسلط والاستبداد بحيث تتماشى مع تقنيات العصر، وما هو إلا تحديث وتجديد لخلايا التسلطية التي غالبا ما تنتقل عدواها من حاكم إلى محكوم. قام عمال مناجم غاضبون في منجم للفحم الحجري بهجوم على السيارة التي كانت تقل الرئيس الإيراني حسن روحاني، وشن الهجوم خلال تفقد روحاني موقع انفجار حدث في هذا المنجم، وكان روحاني ينوي أن يستفيد من هذا الحادث لكسب الأصوات والدعاية الانتخابية، إلا أن الحصيلة كانت عكسية. وتفيد صحيفة القدس العربي يبين مقطع فيديو أحد عمال المناجم يصعد على السيارة وكان ينوي إلقاء كلمة ليقول مطالبات عمال المناجم المشروعة، إلا أن حراس روحاني قاموا بمنعه، ما أدى إلى احتجاج العمال في الموقع وبدأوا بضرب سيارة روحاني بأرجلهم وخذاتهم، ما اضطر روحاني إلى الهروب من الموقع. والجدير بالذكر أن 35 عاملا قتلوا في كارثة منجم فحم حجري يقع شمال محافظة غولستان يوم الأربعاء الماضي. فاز الوسطي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية وهزم منافسته مارين لوبين ليصبح أصغر رئيس منتخب في تاريخ فرنسا. قالت شبكة البي بي سي إن فوز ماكرون ذي 39 عاما جاء بعد حصوله على نحو 66% من الأصوات مقابل 34% بحسب النتائج. وقال الرئيس الفرنسي الجديد في خطاب الفوز إن صفحة جديدة من تاريخنا الطويل تفتح، وأريدها أن تكون صفحة الأمل واستعادة الثقة. وتعهد ماكرون في خطابه بحماية الفئات الأضعف. منافسته لوبين أقرت بالهزيمة وأجرت اتصالا بماكرون هنأته فيه وقالت: لقد اختار الفرنسيون رئيسا للجمهورية وصوتوا لاستمرار الوضع الراهن، ولأن ما يهمني هو المصلحة العليا للبلاد فقد عبرت عن تمنياتي له بالنجاح أمام التحديات الكبرى التي تواجهها فرنسا. فوجئت مسافرة على خطوط ساوث ويست الجوية الأمريكية بتسليمها ثمن التذكرة من قبل الطيار على متن الرحلة. وقال الكابتن جون ريتشي الطيار الذي يعمل منذ 22 عاما: اليوم يوم مميز للغاية، فمنذ أن عملت في الشركة وأنا أراقب أعداد المسافرين الذين أقلهم، واليوم أقل المسافرة رقم مليون. بحسب ما جاء في تقرير للنسخة الأمريكية للهاف بوست، هلل ركاب الطائرة المتجهة من مدينة دنفر عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية إلى مدينة ولاية بنسلفانيا، فيما توجه الكابتن ريتشي إلى الراكبة بنسخة تذكارية موقعة من تذكرتها وظرف يحتوي على قيمة تذكرتها نقداً. هناك مفارقات هائلة في الصراع الذي أوصل كلا من إيمانويل ماكرون ومارين لوبين للتنافس على رئاسة جمهورية فرنسا. هكذا بدأت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها التي خصصتها للشأن الفرنسي في ثاني يوم من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية هناك. تتأجج داخل هذا الصراع ديناميات الصعود التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي الذي كان حاضرا دائما في التاريخ الفرنسي الحديث، ولكنه كان الأسرع عالميا في الوصول إلى نقلتين كبيرتين. الأولى عندما وصل جان ماري لوبين عام 2002 إلى الجولة الأولى للمنافسة ضد جاك شيراك، والثانية حين وصلت ابنته مارين لوبين عام 2017 ضد إيمانويل ماكرون. داخل هاتين النقلتين وعلى الطريقة الفرنسية الشهيرة تحضر جدلية الاحتلال الألماني لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، وصعود حركة فيشي العميلة، ثم المقاومة الفرنسية التي قادها اليساريون والديغوليون والاحتلال الفرنسي للكولونياليات المستعمرة، والتي كان أسلاف جان ماري لوبين أو الأقدام السوداء أهم المؤيدين له والرافضين للاعتذار عن جرائمه حتى الآن. فوز ماكرون لن ينهي حماس اليمين المتطرف لحكم فرنسا وعلى روحها الحقيقية، ديمقراطية منفتحة على نسيج شعبها الواسع، أم عنصرية تحضر لحرب أهلية كامنة ومعادية لأوروبا والعالم؟ حجم الأصوات الكبير الذي قرب لوبين من حلم اليمين المتطرف بالرئاسة لن يختفي، وسيعبر عن نفسه في كل انتخابات مقبلة، وبالتالي فإنه سيفرض صوته على مؤسسات الحكم والسلطات والتشريع
وسيحاول محاربة أي إصلاحات لتطوير البنى الاقتصادية والسياسية التي يطمح الرئيس الجديد لتطبيقها. المهمة المنصوبة أمام ماكرون ضخمة جداً في محاولة الخروج بفرنسا من هبوطها المستمر الذي ينعكس عملياً في إحباط الجمهور وخوفه ولجوئه إلى أوهام اليمين المتطرف الاستئصالية والحادة، وفي استعادة الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة أمام هجوم الشعبويتين الأمريكية والبريطانية ومجابهة العدوانية الروسية، وفي تفعيل دور الاتحاد الأوروبي في المساهمة بحل القضية الفلسطينية وتقليم أظافر الاستبداد العربي. في جولتنا المصورة ننقلكم إلى دولة فرنسا لمتابعة أجواء الاحتفال بفوز ماكرون بالانتخابات الفرنسية. نتابع هذه الصور من صحيفة العرب الجديد. في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.